الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه الشعبي العزيز. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعلا شعبي العزيز، جاء الحق وتبين الحق وعصعص الحق، وفي إمكاني أن أزيدك وأزيدك من المترادفات في شأن الحق والعلو كلمته وسمو درجته نظرا لمحبة العرب في الحق وتعلقهم بالحق وتشبتهم بالحق. جاءنا النبأ هذا الصباح الذي كنا ننتظره، لم نكن ننتظره تفاؤلا فقط، بل كنا ننتظره إيمانا ويقينا منا بأن الحق معنا، لأن الحق سبحانه وتعالى معنا وراءنا وأمامنا وفي جانبنا. جاء الحق يجيب شعبي العزيز على الأسئلة التي طرحناها على محكمة العدل. قلنا لمحكمة العدل: أولا، هل الصحراء قبل احتلالها من لدن الإسبان كانت أرضا بدون سيد ودون مالك أم لا؟ ثانيا، فيما إذا لم تكن تلك الأرض الموات، ما هي العلاقات التي كانت تربطها مع المغرب؟ ثالثا، وإذا أجبت على هذه الأسئلة فبالطبع اعترفت أنت محكمة العدل بأن لك الصلاحية لتبتي في المشكل بكيفية نهائية. وأصبح جاءت شعبي العزيز الأجوبة على الأسئلة الثلاثة. أولا، اعترفت المحكمة بأنه لها الصلاحية باش تنظر في الملف وتحكم في الملف. ثانيا، وهذا مسألة جانبية ما نعتبرهاش النقطة الثانية بل نعتبرها نقطة ثانوية، من بعد قالت هناك مشكل قانوني بين المغرب وبين إسبانيا، فسمحت لنا باش يكون عندنا قاضي خاص يمثلنا في شخص السيد بني القاضي العدل الرجل الممتاز ابن ساحل العاج الذي بهذه المناسبة يسرنا أن نوجه له عبارات تقديرنا وعبارات اعترافنا بالجميل، وبالطبع في شخصه أن نعبر له ولشعبه ولرئيسه شقيقنا وأخينا رئيس وفد بوني عما نكنه له من تقدير وإعجاب. ثم أجابت المحكمة على السؤال الثاني: لم تكن الصحراء أرضا مواتا، بمعنى لما جات إسبانيا ما لقاتش أمامها الفراغ. ثم أجابت أخيرا محكمة العدل على السؤال الثالث: ما هي العلاقات التي كانت موجودة بين الصحراء وبين المغرب؟ وهنا غادي نقول لكم النص بالفرنسوية، وتيهضر أنني النص حفظته إلا الذاكرة ديالي مخانتنيش. تقول:
Elle reconnaît l'existence de liens juridiques de souveraineté, d'allégeance entre les rois du Maroc et les populations du Sahara. وتعترف هناك بروابط قانونية وروابط بيعة لأنني أيضا فسر في القانون الدولي الإسلامي أن هناك الروابط القانونية وهناك روابط البيع. فيمكن مثلا نكونوا محتلين أرض ومستعمرين أرض وبيننا وبينها قانون اللي تاي يفصل بيننا وبينها المعاملات، ولكن ما تتكونش البيعة ديالها في عنقنا. ووقع هذا في تاريخ المغرب. أما هنا قالت محكمة العدل، قالت هناك روابط قانونية أولا وروابط بيعة بين المملكة المغربية وبين الصحراء. وهنا شعبي العزيز إذا تسمح لي، كنا كما تقولوا العامة ديك النوع نتاع النشوة القانونية، لأن شوية أنا من أهل القانون، غادي نتوسع شعبي العزيز في هذا المضمار. كان بعض الناس غادي يقولوا المحكمة ما قالتش روابط نتاع السيادة. طيب أجيب، ما هو الفرق فيما يخص حتى القانون الأوروبي بنفسه بين السيادة وبين روابط البيع؟ ولا سيما أن ما نساوش أن المحكمة تنظر في قضية ترجع في روحها وحكمها إلى أوائل القرن الذي نعيش فيه، ذلك القرن الذي لم تكن توجد في أوروبا إلا دولتان جمهوريتان وهما فرنسا وسويسرا، والما تبقي من إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، أوسترو-هنغري، يوغوسلافيا، روسيا، بولونيا، هولندا، بلجيكا، النرويج، الدنمارك، كانت ما تستعملش إداك اللفظ نتاع السيادة، بل تستعمل اللفظ نتاع البيعة لليجانس. فهنا يمكن نقول حتى الأوروبيين الأساتذة القانون، واللي البعض فيهم ماشي قرينا عليهم وما كانوا جالسين تماك، ولكن ينتسب إليهم من اللي قرينا عليهم، أنه باستعمالهم الليجانس دخلوا عليه الفرح أكثر من استعمالهم السيادة، لأنه استعملوا اللفظ ديال البيعة، استعملوا لفظ مناسب للتاريخ فاش استعمرت فيه الصحراء. النقطة الثانية غادي نجاوب على أساس القانون الإسلامي. كما في علمكم وكما في علمك شعبي العزيز، القانون الإسلامي الدولي هو أول قانون ينظم حياة الأفراد مع الجماعة، وحياة الجماعة مع الأفراد، وحياة الحاكمين بالمحكومين، والعكس بالعكس. والبيعة في القانون الإسلامي وإن اكتست دائما واحد العدد ديال الأصناف وديال الأشكال، كان دائما ماشي بيعة تربط فقط الشخص بالملك أو الشخص بأمير المؤمنين، بل لما كان لأولئك الأشخاص من تمثيل وقوة تمثيل، كانت تربط أولئك الأشخاص وما يمثلونه من قبائل وعشائر وأقطار وأمصار بينهم وبين أمير المؤمنين أو من والله ولاه الله أمر شؤون المسلمين. ولكن غادي نزيد نقول السادات نتاع محكمة العدل، وما منحتاجش نقول لهم هذا الشيء عارفينه، ولا سيما أن وضع لنا حتى أسئلة فيما يخص المذهب المالكي وكيف كانت تطبق المذهب المالكي بحيث ما عرفوا الناس. فإذا كان هناك تجاهل من البعض فيهم
منهم فهو تجاهل العارف، بل تنقول الناس اللي تجهلوا هذا الشيء. وتنزيد نأكد لك شعبي العزيز على أن البيعة في المغرب كانت عندها دائما والطبع خاص، أنه البيعة دائما في المغرب كانت مكتوبة. نعلم في تاريخ الإسلام أن هناك كان أمراء وملوك كيجيو يشوفوهم رؤساء القبائل ويسلموا عليهم ويضعوا يدهم على يديهم أو يديهم على ركبتهم ويقسموا لهم في المصحف ويقولوا إننا نبايعك على المكره المنشط ونبايعك ونبايعك بيعة الرضوان أو البيعة الكل. ولكن المغرب هي الدولة الوحيدة التي لم تكتفي بالبيعة الشفوية، بل ما ثبت في تاريخ المغرب وفي أي دولة مغربية أنه وقعت بيعة شفوية، كان دائما البيعة مكتوبة. وحتى اللي ما توصلش باش يكتب البيعة كان تيصيفطها على يد العدول. ولكن هذا بحث لا بغيتو غادي نكلفو به وزير الدولة في الثقافة باش يعمل فيه محاضرة وسلسلة المقالات باش يظهر على أن حنا تنكتفيو ومسرورين جدا بهاد الفتوى نتاع المحكمة العدل الدولية، لأنها أولا تجيب إلى رغباتنا وتجيب على أسئلتنا، وثانيا لا يمكنها أن تعارض قانونا عاما دوليا من أقدم ومن أقدس القوانين وهو القانون الدستوري الإسلامي. إذن أمام هذا لاش نبقى شبيلات، يبقى أننا نخصنا نمشون ندخلوا المحلنا. الصحراء تفتحت لنا أبوابها قانونيا، اعترفنا العالم بأسره على أنه كانت من قديم الزمن ديالتنا، اعترف لنا العالم بأسره على أنه كانت بيننا وبينها روابط، وديك الروابط ما جاتش وتقطعت بالقطع المستعمر. إذن علينا أن نقوم بالتزاماتنا، لأن الفترة التي عاشتها الصحراء في الاستعمار لم تكن قط فترة من شأنها أن تقطع العلاقات والالتزامات التي بين المغرب وبين ذلك الإقليم، بل الآن أصبح من المحتم، من المتعين، من الواجب الديني، والعلماء ديالنا هنا موجودين يفتيو، الواجب الديني نتاعي كملك البلاد وكخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين أنني كما أن البيعة ديالهم ليا بقي في عنقهم، أنني نقوم بواجبي ونلتحق بالشعب ديالي في الصحراء. كيف غادي يلتحقوا به؟ ما هي الطريق التي سنستعملها؟ لا يمكن في آن واحد أن نتحكم أمام هيئة الأمم المتحدة وأمام محكمة العدل وأن نقوم بحرب تريق الدماء وتذهب بالأرواح. هذا تناقض، وهذا نوع من التعامل لم يكن من شيء من المغرب، ولن يكون إن شاء الله من شيء من المغرب. انتظروا من الحكم انت على هاي اللي هو حكم، انا تعتبره حكم وكانوا ما تقولوا فتوى او استشارة، انت تعتبره حكم. انتظروا من الفتوى انها تجيب لنا في واحد العلبة جميلة مزينة، تجيب لنا حجاج الارضية ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء. هذا من باب الخيال. مبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه.
علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان. شعبي العزيز، عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان. 10% منها ديال النساء، إن النساء والرجال شقائق في الأحكام، شقائق في الحقوق، شقائق حتى في الوطنية، بل ربما وجدنا من النساء في تاريخ العرب وتاريخ المغرب من كنا أكثر غيرة على وطنهم ووطنيتهم من بعض الرجال. مسيرة غادي نمشيو فيها بلا سلاح، خصنا نتفقوا على هادي، حنا ما تنحربوش وما يمكنناش نحربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب دخول، ما تنحربوش اسبانيا. وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا، وما شهرين شي عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربية أو هلك مغربي واحد راهي مسؤولة به أمام الرأي العام ديالها والرأي العام المغربي والرأي العام العالمي، بحيث تنقل إسبانيا 350 ألف مغربي ومغربية غادي يمشيو يدخلوا الصحراء، ما بينا وبينك حتى حرب، مع ان معك مشكل، ولا سيما انك انت قررتي انك غادي تخرجي اسبانيا، وخرجي وخلي المحل لولادو والاهلو والسكان. ولكن مقابل هذا تنقول ان المغرب مستعد، بل من الواجب عليه ان يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامة وصيانة الارواح فيما إذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز إسباني. أما كل حاجز إسباني لقيناه في طريقنا، تنقول لهم ما غادي نحربوكمش، فإذا ما عندكم لاش تحربونا. بالحق إذا كان هناك عنصر أجنبي على الإسبانيين سوف لا نتهاود في الدفاع، بل سوف لا نتردد عن الزحف، وإذاك ما غادي يرجع شي هجوم من جهتنا، بل غادي يرجع صد عدوان وغادي يرجع دفاع للنفس. كيفاش شعبي العزيز؟ إذن المسألة غادي تركب وهذه المسيرة غادي تصوب. أعطينا أوامرنا إلى جميع العمال في الأقاليم باش ابتداء من غدا يفتحوا المكاتب نتاع التطوع للرجال والنساء، وسوف أكون من الأولين الذين سيضعون اسمهم في سجل المتطوعين، فكما أنني أفتخر بأنني عندي ورقة ناخب، سأفتخر بأن تكون عندي بطاقة مسجل للتطوع للمسيرة لاسترجاع الصحراء، حتى تبقى لي أبنائي وأبناء أبنائي، حتى تبقى لهم التاج الحقيقي والصولجان الحقيقي، ألا وهي الصبغة الوطنية
وتنقل وهي صبغة الله وما أحسن من الله صبغة. فقررنا إذن أن في كل عملة غادي تفتحوا مكاتب أنت تسجيل، وكل عملة حسنا شحال ديال الناس غادي ناخذوا منها. وأنا شعبي العزيز سنعطيك بعض الأرقام. أكادير 33,000، منهم 3,300 مرأة. الحسيمة 2,000 نسمة، منهم 200 مرأة. بني ملال 10,000 نسمة، منهم 1,000 مرأة. شيشاون 500 نسمة، منهم 50 مرأة. الدار البيضاء 35,000 نسمة، منهم 3,500 مرأة. الجديدة 15,000 نسمة، منهم 1,500 مرأة. الصويرة 5,000 نسمة، 500 مرأة. فيقيق 1,500، 150 مرأة. قنيطرة فاس 15,000، 1,500 مرأة. قنيطرة 10,000 نسمة، 1,000 نتاع النساء. الخميسات 10,000، 1,000 النساء. قلعة الصراغنة 2,500، 250. خريبكة 2,500، 250. قصر السوق 20,000، 2,000. خنيفرة 10,000، 1,000. مراكش 25,000، 2,500. مكناس 10,000، 1,000. الناظور 500، 50. ميسور 500، 50. وجدة 1,500، 150. ورزازات 20,000، 2,000. الرباط وسلا 10,000، 1,000. أسفي 7,700. سطات 10,000، 1,000. طنجة 500، 50. طرفايا 15,000، 1,500. تازة 10,000، 1,000. تطوان 1,500، 150. تيزنيت 18,000، 1,800. وأزلال 5,500. المجموع من السكان بالضبط 306,000، 306,500 نسمة، بلا الأطور الإدارية، منها الضباط و300 قيد والخلايف و700 شيخ ومخدمين والأطباء والمكلفين بالخدمات، فيصير الجميع 350,000 نسمة. شعبي العزيز، قد تبادلت أنت والعرش، قد تبادلتم الوحي، فمرارا مواقفك أوحت العرش انتفاضات، ومرارا إحساسات وتقييمات ملوكك وحت لك بأعمال. ودائما هكذا شعبي العزيز، كنا شي تيستر لشي، من أين تمر، من أين تمر طريق الكرامة وطريق النصر وطريق الاعتزاز بالمغربية. وهذه مرة أخرى شعبي العزيز سنتبادل فيها الإلهام، وسنتبادل فيها الوحي، لأنني تصفحت تاريخنا، بل تصفحت تاريخ العالم في هذه المدة الأخيرة، فلم أجد أثرا لملحمة مثل التي ستكتبها أنت شعبي العزيز، ولم أجد أثرا لمسيرة من دولة تسمى في طريق النمو مثل هذه المسيرة. ولا أرضى شعبي العزيز أن يسبقك بها أحد في تحرير بلاده. شعبي العزيز، العالم في بركان من التكوين، أفريقيا في بركان من التكوين. أفريقيا اللي تتنادي اليوم بتقرير المصير، أفريقيا ستصبح يوما ما هي الضحية الأولى لتقرير المصير.
إنها غادي توقع فيها انقسامات وانفصالات بعد عن بعض. وبغيتي شعبي العزيز حينما تقع مثل هذه يسبقك لمسيرة استرجاع، يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب. لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة، لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلدات كبدي، أنزلك في نفسي منزلة وثنية، وأستغفر الله على هذه الكلمة، منزلة وثنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل، ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من الأمم. وهذه المسيرة شعبي العزيز سوف تبرهن أولا على إرادتك، سوف تبرهن على أن مطالبة الصحراء هي مطالبة المغاربة كلهم، ماشي طرف من الأطراف أو صنف من الأصناف أو وطنيين أو أحزاب سياسية أو نقابية هيئة نقابية أو مثقفين. أن مسألة الصحراء هي مسألة تتهم المغاربة كلهم. قد يظهر تانيين شعبي العزيز على أنه شعب معلوم، ما عندناش القنبلة الذرية، ما عندناش صواريخ، ولكن عندنا من القوة، وعنده ولله الحمد من الزاد ومن الأسلحة، ومع ذلك أثرنا المسيرة السلمية على استعمال القوة والغزو. ستظهرك مرة أخرى واحد المظهر نتاع النضج، علما منا أنه لا يوجد سفاك آتم لا يؤمن لا بالله ولا بالشيطان، لا يوجد رجل يمكن أن يعطي الأمر بإطلاق النار على 350 ألف نسمة مدنية عزلاء لا شيء في يدها إلا كتاب الله. لأن من الواجب، حنا صوبنا الخمسة، كل واحد غادي يكون في المسيرة غادي يكون من القبيلة ديالو عنده المدرر ديالو واللي تيتشارط معاه، وكل واحد صوبنا له الخمسة مرأة ورجل، باش تيلا ما كانش على الطهارة الكبيرة يمكن له ياخذ في الدور خمسة. فما يمكنش 350 ألف الناس تتلو كتاب الله وتقرأ آياته وتتحصن بها وتتسلح بما فيها من قوة وما فيها من إيمان وما فيها من معطيات ومنطلقات، لا يمكن لأحد أن يقدم على أن يطلق عليكم النار شعبي العزيز. وإن كان وننفرد أنه وقعت، أيوا سيدي صوار أحنا وقعت، أحنا وصلنا لديك الحدادة وقالوا ضربوا، إيوا هادشي راه وقع، راه شفناه، كاين اللي سمعنا به بحال الخرافة وكاين اللي عشناه. إلى المغاربة اللي تنسمع بهم وعشت معهم وتنعرفهم هما المغاربة اليوم، راه ديك الساعتين ما تخلعناش، راه سمعنا بأنه وقع الضرب في 1031 وفي 37، وسمحوا لي نسيت بعض التواريخ، وعشنا 44، وعشنا البوفكران، وعشنا الحواديت الدخيسة، وعشنا 54 جهة بجعد وتزم، وعشنا الشيء اللي وقع اللي قال في ديك الوقت في الدار البيضاء في 47، وعشنا المصيبة اللي وقعت بالنقابيين في ديسمبر 52. فملي كنا تنخرجوا نتظاهروا ونقولوا يحيى الوطن يحيى كذا، ما كان في يدينا لا مسدس لا حتى حاجة، بين كلنا ربما كان فينا الواحد البعض تيودع الأهل ديالو ويرجع. يوا سيدي المغاربة ما غادي يكونوا شي اليوم قل من المغاربة البارح. ولكن إذا كانت الشعب المغربي أقل وطنية وأقل غيرة من آبائه وأجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، أنا تنقول له حذاري حذاري، إلا ما فكيتيش الآن صحرتك اليوم
راه ما نعطيك شي 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل ضعيف الكلمة ضعيف الوزن منعدم القيمة. فبحيث شعبير عزيز هذه المسيرة سوف تكون تاج آخر في أكاليل التاريخ اللي انت حمله على ظهرك واللي هو ثقيل، ولكن الصاب الأثقال كلها تكون ثقيلة بحال الأثقال ديالك شعبير عزيز، لأنها هي أثقال نتاع الأمجاد نتاع الملاحم. غادي يظهر كذلك أنه المغرب في إمكانه أنه يحرك 350 ألف الناس اللي ماشي حاجة قليلة بماكلتهم بشربهم بالمأوى ديالهم بالدواء ديالهم. وعلى سبب المثال نعطيك مثلا مدة 12 يوم غادي يكونوا 10 القطارات يوميا تتوصل الناس نتاع الشمال ونتاع المغرب الشرقي لمراكش، ومن تماك غادي ياخذوا السيارات الشاحنات لقادير ومن قادير لطرفايا. الجميع نتاع السيارات الشاحنات 7813، عشر آلاف الناس اللي غادي تصلح التأطير ديالك، المأكولات 17,000 طن، الماء 63,000 طن، الوقود 2,590 طن، 470 أطباء ومعيني للأطباء، 220 سيارة الإسعاف الطبية. هذه عملية شعبيه العزيز ما يقوم بها إلا دولة اللي عريقة في المجد وفي النظام، مسيرة بنساء ورجال بلا ما يقع ولو، مسيرة اللي غادي تدوم 15 يوم بلا ما توقع لا سرقة ولا نهب، مسيرة نتاع آلاف السيارات اللي موقع جي بينا اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال يلقى الماء باش يشرب، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى الوقيد وحتى الشمع، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع عن النفس فيما إذا لقينا من غير صبليون. هذه تنزيد نأكدها، إذا لقينا من غير صبليون راه المغرب ما بقى شي تعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم، بغاو يضربونا وخدا مسؤوليتهم أنهم يضربوا 350 ألف عزال ديك الساعة نمر روسهم، حنا نخلوهم يديروا هادي. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين متحضر جارنا أحببنا أم كارهنا وأحب أم كاره أنه غادي يحفر واحد القناة ديال الدم بينه وبينه، لا أظن. بحيث شعبي العزيز هذه مسيرة عملية، هذه شهرين وأنا تنهي فيها، نقول لك شعبي العزيز شهرين وأنا حمل هذا الحمل على الأعصاب ديالي زيادة على الأعباء الأخرى، شهرين في الصباح تنأمن 10 مرات في الليل تنشك 20 مرة، شهرين وتنقول واش من حقي نزيد شعبي لهاد المسألة هذه أم ماشي من حقي، هل من واجبي أم ماشي من واجبي. من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء، من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة، بالمشي على القدم حتى نصل لها. من واجبنا شعبي العزيز إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلونا محلنا، ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان
أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب. شعبي العزيز، هذا الموضوع لا يمكن أن يكتفي بنصف ساعة من الكلام، فإما له 15 دقيقة وإما له الليالي، وسوف تكون له إن شاء الله الليالي والأيام الغراء، تلك الليالي والأيام الغراء التي سنذكرها جميعا مع حفدتنا، والتي ستذكرها حفدتنا مع أبنائه. شعبي العزيز، سوف لا أطيل عليك، سأختم كلمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح به الإمام البخاري باب الإيمان، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شعبي العزيز، لنجعل من هذه المسيرة هجرتنا إلى الله ورسوله، ولنصل الرحم، ولنسترجع الأرض، ولنبني سيرنا ومسيرتنا وخطواتنا، ولنبنيها على إيماننا بالله واتكالنا عليه وعلمنا أنه سبحانه وتعالى لم يعودنا منه إلا الجميل. فإذا كان في بعض الأحيان ذا جلال، فلم يكن ذا جلال إلا ليعطينا دروسا ويلقي لنا حكمة، ولكن كان سبحانه وتعالى دائما ذا جمال، وما عودنا إلى الجمال، وما عودنا إلى الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.